يا شيخ بشرني على الصيد والحال. يا شيخ بشرني على الصيد والحال. عساك يا درب الرياجيل مسرور جتني صوركم بعضا أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مع بطولة جمعية القناص 2020. وصلنا معاكم لآخر أشواط التأهيلية للنهائي الكبير اللي راح يكون بإذن الله تعالى يوم السبت. اليوم فروخ جيرة الشواهين